زيارة الإطار التنسيق اليوم لا نستطيع أن نصفها بزيارة الفتح بوجود الحاج الفياض والشيخ الخزعلي والحاج العامري، لأنه إذا قلنا هاي زيارة الفتح فراح نقول على زيارة السيد المالك الكردستان زيارة دولة القانون، وهذا مو صحيح. فضلا عن ذلك احنا اليوم في زيارة السيد مقتدى الصدر أكدنا لسماحة السيد عن تماسك وقوة وحدة الإطار التنسيقي وعدم التفريط بأي من أطرافه. هذا اليوم تم تأكيده على شنو جواب السيد مقتدى الصدر؟ يعني رجل متفاعل، كان لقاء إيجابي مثل ما ذكرت. السيد المالكي موجود؟ لا لم يكن موجودا. لا لا لا، مو باللقاء، بالتشكيلة القادمة. طبعا طبعا احنا أكدنا على وحدة الإطار التنسيقي، وأكدنا كذلك مع سماحة السيد وهذا تم الاتفاق عليه على ضرورة التأكيد على تقوية الكتلة الأكبر اللي هي الكتلة الشيعية اللي هي راح تأخذ على عاتقها تشكيل حكومة وتسمية رئيس الوزراء، وهذا تحدي مهم بالنسبة لنا الحفاظ على الكتلة الأكبر. إنك شيعة على البيت تتحدث الشيعي. إنك شيعة لو كإطار كشيعة إطار تنسيق، إحنا أمام حقيقة لابد أن ندركها ونؤمن بها. لا يمكن أن يطير جناح الشيعة أو طير الشيعة بجناح واحد أبدا. لا يمكن أن نرى حكومة تتشكل بالإطار دون الكتلة، ولا يمكن أن نرى حكومة تتشكل بالكتلة دون الإطار أبدا. وهذا تم الاتفاق عليه على توحيد الرؤى وبلورة موقف وطني يهدف إلى تشكيل حكومة أغلبية.